عادة جديدة تظهر للعيان في مجتمعنا اللبناني. أتذكرون هذه القطع النقدية الملونة التي كنا نصمدها في الإجة ونستبدلها نقوداً ورقية؟ هذه القطع التي فقدت قدرتها الشرائية مع انهيار الليرة لم تعد صالحة لأي شيء، لا للبورك ميتر ولا حتى لشراء لوح شوكولا أو علكة من الدكان. وجدت من يشتريها بسعر أعلى من قيمتها. صاروا العملات النقدية الصغيرة 250 و500 خصوصاً، يعني هول الاثنين صارت قيمتهم الفيس فاليو، قيمتهم السوقية أوطى بكتير من قيمتهم كالمواد الأولية الداخلة بقلبها. كرمال هيك كتير وارد العالم تلجأ لأنه تذوب من هيدا المعدن وترجع تستعمله لشيء تاني، وهذا اللي عم نشوفه. الفكرة أنه هيدا البروجي ما بيزبط على صعيد صغير، يعني مش أنه واحد وعشر 250 ومئة 250 وألف 250، ما بيكفوا. وزن 250 ليرة 5 جرام، ووزن 500 6 جرام وشيء،